خلينا نشوف الطاقة تبعت برج القوس كيف حتكون شو مركز تفكيرهم هاي الفترة محور تفكيرهم أفعالهم الطاقة بشكل عام لبرج القوس برج القوس من الأبراج الناجحة جدا بالحياة اه طلع لك نفس الكرت اللي قبل شوي رح يكون شهر عاطفي بامتياز خلينا نقول ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يسرق لك قلبك او في معجب معين له فترة عم بيحاول معك انت عم تعطيه الفرصة هاي الفترة ممكن يكون هذا الشخص اصلا قديم ويرجع يقدم لك كاس الحب من جديد فراح تكون اهتماماتك أكثر إشي هاي الفترة في الأمور العاطفية أو طاقتك راح تكون مركزة على الأمور العاطفية. خلينا نشوف إذا بهاي الفترة شو ممكن الورق يكون مخبي لنا لبرج القوس. إن شاء الله تكون ورق إيجابي. لانه برج القوس بيستاهلوا كل الابراج بتستاهل طبعا اه واو في قرار يا برج القوس لكن كتير مأجله بتوقع إنه على الصعيد العملي وحتى ممكن يكون على الصعيد العاطفي ولكن راح تاخده في هاي الفترة ،خليني أذكر الطاقات قبل ما أنسى في عنا برج الأسد، برج التور، برج الحمل ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان في عندك هوائية طاقات هوائية طاقات هوائية كتيرة في عندك اكتر اشي وفي ترابية في مائية ف هذا بشكل عام القراءة ممكن تكون عكسية حبايبي إذا كانت عاطفية وهي عامة بالعموم يعني ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك فعادي جدا هاي مو قراءة خاصة قراءة عامة شايفتلك أمنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية وهذا الشخص ما كان قد الثقة هذا الشخص خلينا نقول مش غدر فيك لا ما كان قد الثقة مش لهالدرجة انه غدر فيك يعني ما بتوقع انه غدر ولكن ما كان قد هاي الـ الـ الطموحات اللي انت كنت بانيها عليه شايفك من بعد ما اعطيته كتير اهمية وكتير كذا شايفك لا أخذت خطوة لورا بعد هيك او عم تاخد خطوة لورا عم بتراقب الامور من بعيد وهذا اشي كتير عقلاني اشي كتير ممتاز عم بتقيم الامور بعيدا عن القلب والعواطف عم بتكون بتشغل قلبك وعقلك هاي الفترة مع بعض عم بشوف احيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل الحسد عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس انت بتراقبه والله وهو براقبك في شخص ممكن يكون في العمل او في العاطفة انت بتراقبه وهو بيراقبك انت بتهتم لشأنه هو بيهتم لشأنك في مراقبة ما بين المواضيع في محكمة معينة رح تكون النتيجة فيها لصالحك انت اكتر شايفك في عندك كارما او في عندك انتصار من بعد معركه مع هذا الشخص، هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفه، شايفيت لك انه راح يكون في رجوع لحق رجوع حق لإلك من بعد هاي المخاصمة او من بعد ما تاخذ في حق منك في عندك كمان غير موضوع الكارما في عندك رزقه معينه جايه من من شغل جديد من مشروع جديد ممكن تكون ممكن تكون من نفس العمل اللي انت فيه لان شايفيتك عم بتركز شوي كمان على الماده هاي الفتره عم بتحاول تحوش عم بتحاول بدك اما تشتري مسكن اما تعمل شيء مفيد اكثر عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل من بعد فترة ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفة أكثر من العمل عم بشوفك كتير عم تتوازن بين الأمور بتوازن بينها شايفيت لك في شخصين او ثلاثة عم بينقولوا لك كلام مش مزبوط عم بيحكوا لك شغلات مش مزبوطة او هم عم بيحسدوك يمكن او عم بيحكوا عليك كمان بشكل مش مزبوط ممكن يكونوا من ابراج هوائية او ترابية فكون حذر من هدول الاشخاص كمان هذا الكرت ممكن اشوفه انا عاطفي خاصة انه هذا اجى فوقه في شخص برأبك في شخص بحبك كتير ولكن ما عم بيظهر هذا الموضوع ولكن قريبا رح يجي ويقدم لك كاس الحب خلينا نقول او العواطف اللي كنت استناها منه ولكن وقتها راح تكون انت شوي مسكر قلبك شوي شوي يمكن ترفض هذا الموضوع انا حاسه فمش عارفة حسيتك مش مرتاح لهذا الشخص أو لرجوع هذا الشخص أو لوجوده حتى في حياتك خلينا نفتح كمان على العاطفة شفت كمان بالورق في سفر في سفرات مش سفر لبرج القوس ف... وفي نجاح على الصعيد العملي الدراسة أكثر إشي في نتائج حلوة بالدراسة لبرج العقرب لبرج القوس آسفة و... في أول فترة ممكن تكون شوي حزين ممكن شوي تكون آم... أوه. شهر عاطفي بإمتياز شوف شو طلع لك توف كاتس و لفرس يعني أحلى من هيك وراء ما بتوقع أنه يجي عم بيكون في اكثر خلينا نقول مشاعر بتزداد قوه بينك وبين الشريك في امور ما كنت تعرفها هو راح يصارحك فيها مش انه كان يخفيها ولكن كان مستحيل يمكن يحكي لك اياها او كذا ما بس الشمس راح تشرق على علاقتكم شايفيتك منتصر في هذا الموضوع وكانه مش انت اللي اللي راح تعمل الاكشنز مش انت اللي راح تشتغل من بعد ما اشتغلت كثير على هاي العلاقه خلاص تعبت ووقفت فشايفه انه الطرف الثاني هو اللي راح يشتغل على الموضوع اكثر شايفه في طرف ثالث عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه الموضوع والسعاده اللي بيناتكم فشايفيتك ببدايه الفتره شوي كنت مكتئب ولكن على مر يعني مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرناه هاي الفترة عم تتحسن الأمور النفسية عم بتحس إنك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين إيديك وهذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بالشاكرات أو مشكلة يعني طاقة سلبية ممكن أنت تكون مش حاس عليها أو مش عارف إنه عندك طاقة سلبية فيعني تشيك تستشفي اذا كان موجود هذا الموضوع عم بشوفك اذا منتصر في العلاقه العاطفيه وفي بدايه جديده للعزاب بدايه حلوه ممكن تكون من شخص برجه ترابي او ناري شخص عم بيقرب شوي شوي منكم فحلو إنه تعطوه فرصة هاي الفترة، شوف العقل الباطن لإلكم شو هاي الفترة رح تكونوا مركزين على شو، أكثر شي محور تفكيركم أو الأمور اللي شاغلة بالكم، آه. اكثر شيء الموضوع العاطفي شايفه انه رح يصير في مثل تلاحم بينك وبين هذا الشخص في هاي الفتره عم تحكي له شغلات ما كنت تحكي له اياها هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك اياها فعم بشوف تقارب عم بشوف مثل اصلاح للموضوع مثل تطور فشي كتير عم بشوفه حلو هو عم بحاول يمتلكك من بعد ما خسرك او من بعد ما خاف انه يخسرك فكرت حلو شوف اذا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة اه زي ما قلت لك في عندك طاقات سلبية انت محتاج انه تنظفها بحالك ممكن تكون حسد عين سحر ما بعرف اي شيء بس شايفتك عم عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة عم بتحاول وعم هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة إيجابية فهذا التحذير كان بالنسبة لإلك نشوف في ريكارد شو ممكن يعطينا نصيحة أو بشارة أو أي شيء آه. شوف شايفتك عم تدخل آه الروحانيات أكتر، عم بتطبق قانون الجذب يمكن عم تتعلم بهذا الفيلد عم بتكون بهاي الفترة بتحاول تكون بروفيشنال فيه أو بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون المديتيشن كيف بتكون قانون الجذب كيف الطاقة الكونية بتشتغل فعم بشوفك بتفوت في هاي الأمور الروحانية كتير 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 يا برج القوس وهي بالفعل رح يعني انت بحاجتها بالفعل هاي الأمور فأنا بشجعك على هذا الموضوع طبعاً والورق بشجعك Beginning a new cycle رح تبلش دورة جديدة دورة كلياتها خلينا نقول حيوية اخبار حلوه سايكل حلوه رح تنتهي يمكن من فتره الاكتئاب او الاحزان او التشالنجز اللي اجوك ورا بعض ورا بعض كلياتهم فبدايه حلوه عم بقول في في بدايه اما مع شخص معين او بشكل عام بدايه جديده في حياتك كرت كثير حلو آه بيقولك في أحلام أو شغلات أو أمنيات أنت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفترة بس المطلوب منك اللي هي الطاقة الإيجابية والتفاؤل وعدم السوداوية عدم التشاؤم آه يعني من هذا القبيل